مساء الخير إلى العناوين. نصائح ذهبية لمرضى الضغط على لسان البروفيسور جابر القحطاني. شكاوى بالنظام التأجير المنتهي بالتمليك للسيارات وكاتب يحكي تجربته. ست ساعات عمل هل هي كافية؟ جدل جديد في بيئة العمل. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي، والبداية كالعادة بأخبار يا هلا. أعلنت المملكة أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وأكدت المملكة على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرارها تزويد الميليشيا الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، لما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير. كرم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز رواد العمل الاجتماعي الفائزين في الدورة التاسعة لعام 2021 من جائزة الأميرة صيتا بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي. حقيقة الجائزة منذ أن بدأت وهي تخطو خطوات متقدمة ومحسوبة في تطوير وترسيخ العمل الاجتماعي، فمن بعد الدورة الرابعة تقريبا، تحديدا الدورة الرابعة، بدأت الجائزة في وضع استراتيجية واضحة المعالم بعيدة الرؤى، وحددت أربع مجالات أو أربع فروع تطورت إلى خمسة، ومن ثم السنة هذه تطورت إلى ستة فروع. فرع الاستدامة البيئية الذي أتى نتيجة للإعلان عن السعودية الخضراء، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الجوائز الاجتماعية الأخرى، جائزة المجهود، جائزة تحفيز، وجائزة المواطنة المسؤولة التي تم الإعلان عنها في يوم التأسيس، بالإضافة إلى العديد من المبادرات النوعية أو هكذا نعتقد، التي تكمل عمل الجائزة الأمة الكبرى وتحقق أهدافها. اليوم سعيدين بحصول برنامج التنمية الزراعية الريفية، برنامج ريف، على جائزة سمو الأميرة صيتا، هذه الجائزة المرموقة محليا وإقليميا. سعيدين باختيار المحكمين لبرنامج بحجم برنامج ريف. هذا البرنامج دشنا خادم الحرمين الشريفين، هذا البرنامج دعم إطلاق سمو سيدي ولي العهد في أكتوبر 2020، الآن في فبراير 2022 يستفيد منه مزارعي المملكة العربية السعودية. هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق رفع اقتصاد المحلي، دعم صغار المزارعين، تحسين دخل المعيشة بالنسبة لهم. ما يحتاج ساكن الريف أنها ينتقل إلى المدن الرئيسية ليحصل على دخل مجزي. وهذه جائزة حقيقة عظيمة لأنها تخدم المجتمع، تخدم الوطن، تحسس الإنسان بالمشاركة مع أخوانها الباقين وفي ظروفهم الصعبة، وهذا واجب وطني. والشعب السعودي كله هذه أعماله صراحة، الشعب السعودي شعب كريم يحب المساهمة ويحب الأعمال الخيرية، والجائزة حقيقة تمري لأنها تشجعني وتعطيني أفضل مشاركة دائما، وتعطي الإنسان
والجائزة حقيقة جائزة عظيمة صراحة. جانب آخر، رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض المؤتمر العام 19 لمنظمة المدن العربية. تفاصيل أكثر يحملها تقرير ياهل التالي. حقيقة سعدنا في مدينة الرياض باستضافة أشقائنا وشقيقاتنا في المدن العربية المختلفة. كان لقاء اليوم لقاء عودة حقيقة بعد غياب فترة طويلة بسبب الجائحة وما صاحبها. الرياض اليوم تسعد باستضافتهم جميعا. اليوم كان فرصة جميلة للتعلم واكتشاف التجارب الناجحة بين مختلف المدن العربية. كل مدينة متميزة في أحد الجوانب، كان اليوم فرصة للقاء والتحاور واستكشاف الدروس. سعدنا أن اللقاء في مدينة الرياض، المدينة الآن الطامحة لمستقبل إن شاء الله كبير في ظل رؤية 2030 وتوجيهات القيادة، عدد كبير من المشاريع الموجودة في المدينة والمبادرات التنموية اللي تحملها المدينة اليوم، سعدنا بمشاركتها مع الزملاء والاستفادة منهم في تطويرها بإذن الله الفترة القادمة. حقيقة شراء الأمانة الرياض ومدينة الرياض بشكل عام يعني من سنوات طويلة تعتبر مدينة محورية الحمد لله في الوسط الإقليمي. الشراكة بيننا وبين عدد كبير من المدن يعني ولله الحمد دائمة ومستمرة، نستفيد منهم بعض التجارب الناجحة ويستفيدون منا بعض التجارب الناجحة، فمجال تكامل الخبرات، مجال المواءمة جميل جدا ولله الحمد، ونطلع لبناء أكثر في الفترة المقبلة بإذن الله. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شمول برنامج تقدير لجميع متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص، وذلك حرصا منها على تقديم المبادرات النوعية والمميزة لجميع العملاء. ويعنى برنامج تقدير بعقد الشراكات الاستراتيجية والتعاون الفعال مع الجهات في القطاع الخاص، وذلك لتقديم مزايا وعروض واستثمار كفاءات وخبرات المتقاعدين وتعزيز مشاركتهم في الأعمال التطوعية وإقامة الفعاليات لهم ومنحهم مزايا تفضيلية خاصة لأعضاء البرنامج. دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بحضور معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة ووزراء من أكثر من 20 دولة أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة تحت شعار التحول نحو الابتكار. دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وبحضور معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة ووزراء من أكثر من 20 دولة أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة تحت شعار التحول نحو الابتكار. لا شك أن المؤتمر والمعرض الخاص بخدمات الحج والعمرة هو نقلة نوعية للابتكار والإبداع في مجال الحج. نحن نهدف من خلال المؤتمر وتمكين القطاع الخاص لتقديم أفكار إبداعية ابتكارية على مستوى الخدمات على كامل منظومة الحج والعمرة. تتلاقى فيها في هذا المؤتمر العديد حقيقة من الأفكار، العديد من الأفكار الإبداعية اللي حتساهم بشكل كبير جدا على تحقيق رؤية المملكة 2030 الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن. نحن نهدف على تحسين وتجويد الخدمات وفي نفس الوقت إلى إسراء تجربة الحاج من بداية الرحلة عندما يكون عنده فكرة لإقامة شعيرة الحج أو العمرة حتى تنتهي بذكرى خالدة. والله الحقيقة يعني هي مبادرة يعني نادرة من نوعها، أعتبرها فريدة، ليست فريدة من نوعها ومناسبة جدا في هذا الوقت، لأنه الحقيقة هذه إحدى وسائل اطلاع العالم
الدعم على الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تبذل جهودا قوية قوية جدا بحيث تسعد الحاج وترضيه، ليس فقط لخدمته ولكن تسعده وترضيه. حيث يشارك في المؤتمر والمعرض 150 جهة حكومية وخاصة، وتسعى وزارة الحج والعمرة من خلال المؤتمر لتسليط الضوء على المشاريع المستقبلية المتعلقة بالحج والعمرة للخروج بتوصيات تخدم قطاع الحج والعمرة في التحول نحو الابتكار التي تتماشى مع مستهدفات الرؤية السعودية 2030. الأصل في مثل هذه المعارض تزيد حقيقة من التقارب والتعاون بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة، حيث جميع هذه الجهات هدفها واحد، خدمة ضيوف الرحمن، وهذا أصلا جزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، أحد برامجها الرئيسية خدمة ضيوف الرحمن. فجميع هذه القطاعات هدفها واحد، وهو تقديم خدمة تليق بالضيف، وهو ليس أي ضيف، هو ضيف الرحمن. ويسلط مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الضوء على ما وصل إليه التحول الرقمي في الوزارة ضمن جهودها لتحقيق رؤية 2030. مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة التحول نحو الابتكار مستمر لمدة 3 أيام لاستقبال الأهالي والزوار. لبرنامج يا هلا حسين الشمراني، جدة. شكرا للزميل حسين الشمراني. اختتمت في الدلم فعاليات مهرجان الخضار الأول الذي نظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالدلم بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالخرج ممثلا بفرع الغرفة في الدلم، وذلك وسط مشاركة أكثر من 100 عارض ما بين مزارع وجهات وأسر منتجة. حقيقة كل التحية والتقدير والاحترام للمسؤولين عن تنظيم مثل هذا المهرجان. اليوم نحتاج مثل هذه المهرجانات البسيطة في شكلها لكنها العميقة في معناها وأثرها ومردودها. لاحظوا أنه العارضين ما بين مزارع وجهات وأسر منتجة، كل هذه الجهات الثلاث ستستفيد إما بشكل مادي أو حتى بشكل معنوي من خلال الاستمرار في مثل هذه المهنة وفي مثل هذا العمل. التحية والاحترام والتقدير لكل المنظمين، لأهالي الدلم، لكل مسؤول أخذ على عاتقه تنظيم مثل هذا المهرجان اللي أكرر أنه حتى وإن بدأ بسيط إلا أن أثره كبير، وأتمنى أنه مثل هذه الأفكار البسيطة تستنسخ في أكثر من مكان حتى يبقى مثل هذا الأثر الكبير حاضر في كل بقعة وفي كل زاوية من زوايا المملكة. بعد هذا الفاصل ألقاكم في بقية موضوعات. حياكم الله مجددا في أهلا ضمن سلسلة الحوارات التي نقدمها لكم مع أستاذ علم العقاقير البروفيسور جابر القحطاني. نتابع الجديد فيما حاوره فيه الزميل فيصل الملحم. ما هي أهم الأعشاب التي تساعد مرضى ضغط الدم؟ وما هي النصيحة التي تقدمها لهم؟ وطبعا ما في شك أن الكركديه هو من أفضل الأشياء التي تستخدم لارتفاع وانخفاض ضغط الدم، لكن في أشياء أخرى فيها مثل ما ذكرت العويسة تخفض ضغط الدم، نبات اسمه الحمحم يخفض ضغط الدم، القرفة الصينية تخفض ضغط الدم، الجينكا جينكو بايلوبا تخفض ضغط الدم، الإكنيزيا حشيشة القنفذ تخفض ضغط الدم، الهيل يخفض ضغط الدم، المسمار اللي هو القرنفل أو العويدي برضه يخفض ضغط الدم، الفلفل الأسود يخفض ضغط الدم. طبعا تتراوح النسب،
يعني من الخضروات الكرفس، الكراث برضه يخفض ضغط، الخس يخفض الرجلة، تخفض ضغط الدم، البقدونس، البقدونس من الأشياء الجيدة لهذا الغرض، الفجل الأبيض الطويل ما هو الأحمر مدور، هذه كلها تخفض ضغط الدم. هذه الفلفل والحاجة اللي احنا ذكرناها، الفلفل والأويسة والهذي استخدم ما ذكر إما مستحضر يشترى من السوق أو مغلي أو منقوع، هذه اللي ذكرناها. لكن بالنسبة للخضروات فلا، هي طازجة تأكل كما هي طازجة. أنصح نصيحة إنه الإنسان ما يستخدم أي شيء ما هو معروف اسمه. شيء يجيك واحد يقول هذا يرفع ضغط الدم أو يخفض ضغط الدم، تقول إيش اسمه؟ يقول ما أعرف، ويمكننا خلطة مركبة، يعني إذا كان مفرد أجوى نقيل، لا هي والخلطة المفردة أقل خطرا بكثير من الأدوية المركبة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نصح بالأدوية المفردة، الأدوية المفردة استخدمها، لكن مركبة. إحنا عندما كنت في لجنة تسجيل الأدوية العشبية في الوزارة اتخذ قرار، وهو عالمي وليس من قرار من عندنا، إنه أي خلطة مكونة من أكثر من 5 أعشاب المفروض أنها ما تباع ولا تستخدم، لأن كل خلطة فيها مركبات، كل واحد من الخلطة الخمسة المركبات في مركبات كيميائية، لأن هي مركبات كيميائية وتتفاعل تفاعل كيميائيا، فإذا خلطناها مع بعضها الطحن مع درجة الحرارة مع الأنزيمات اللي فيها مع نسبة الرطوبة فيها تتكون مركبات جديدة. هذه المركبات الجديدة قد تكون مفيدة وقد تكون قاتلة، ولذلك ننصح إن أي خلطة مكونة من أكثر من 5 مواد لا تستخدم بأي حال من الأحوال. فاصل وبعده ألتقيكم بصحبة الكاتب المعروف الأستاذ عبدالله المزهر. حياكم الله مجددا في هلا. الكاتب المعروف الأستاذ عبدالله المزهر كتب تغريدة في تويتر أستطيع أن أصفها بالعنيفة، يقول فيها: بعد التجربة الشخصية ومعرفة خبايا الأمور أقول دون تحفظ، عالم التأجير المنتهي بالتمليك ليس سوى جريمة منظمة بإطار قانوني. أسطورة المافيا آل كابوني لم يصل لهذا الانحدار الأخلاقي، وباولو إسكوبار يخجل من ممارسة نفس العمل. تغريدة أحدثت ردود فعل واسعة جدا، كثير من الجدل، أجزم أنها ستحدث حتى ردود فعل يعني لدى الجهة الأخرى. أستاذ عبد الله مساء الخير وحياك الله وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. يا هلا ومساك الله بالخير والنور والسرور وحياك الله وألف شكر لكم على الاستضافة. يعني بدءا، هل تستطيع أنك تصف التغريدة بأنه يعني رأي عادي ولا كان موقف منفعل بغض النظر عن القضية نفسها؟ هو شوف، هي واضح يعني إجمالا أنها تغريدة فيها نوع من الغضب يعني والانفعال، لكن لو أخذنا الموضوع بإنس موضوع التأجير المنتهي بالتمليك، أنا لما كتبتها قاعد أقارن بي يعني كذا مقارنات، لو أنا ماشي في طريق وتعرض لي لصوص وحاولوا يسرقون إيش بيسوون يعني، واكتشفت أنها نفس الفكرة يعني، اللهم أن هذولا عندهم أوراق وتواقيع وحركات وكذا ويعطونك فنجال شاي وفنجال قهوة، هذولاك لا، ما هي هذا الفرق الوحيد يعني، والمحصلة في النهائية هي واحدة. يعني أنت مقتنع بفكرة تشبيه التأجير بالمافيا والعصابات؟ والله شوف، أنا كنت عشان أشرح لك القصة من البداية،
أنا كنت محتاج سيارة فأخذت وما كان عندي مشكلة، فما دخلت في خبايا الأمور، أنا ما أدري كيف الموضوع يعني ما أدري كيف قاعد يصير. أنا رحت وكالة سيارات اشتريت سيارة، قالوا عن طريق البنك، أعطوني أوراق ووقعتها وكنت منتظم في السداد ما عندي مشكلة. وتعرف الواحد لما ما يصطدم في مشكلة ممكن يعني ما يبحث في خبايا الأمور كثير، وأنا ما أعتقد أنه في مشكلة كبيرة تواجهني مع البنك، يعني الموضوع مقدور عليه. لكن اللي صدمني أني لما بدأت أبحث اكتشفت أن الموضوع يعني فعلا غريب، أنا ما أدري كيف قاعد يصير يعني بهذا الشكل. أعطيك مثال مثلا، تفضل. أنا كانت مشكلتي أنه الدفعة الأخيرة أنا كنت أبغى أقسطها يعني، فا رحت قالوا ما تقدر تقسطها لأنه يعني عليك التزامات مالية يعني ما تسمح بأخذ القسط، مع أنه التزاماتي المالية هي نفسها يوم أخذت السيارة ويوم رحت أبغى قسط الدفعة الأخيرة. فقلت لهم أنا ما خلاص ماني محتاج السيارة، ممكن تأخذونها وتبيعونها وتأخذون حقكم وترجعون لل يعني، هذا كان فهمي يعني الموضوع. قالوا لا إحنا لو احنا كسرنا العقد فالدفعه الاخيره هذه هي غرامه كسر العقد وانت بتدفعها، بمعنى انه في المحصله النهائيه في سياره قيمتها مثلا 200,000 انت تدفع لهم 200,000 وياخذون السياره. يعني اعتقد انه انت فهمت الفكره انه إيه؟ يعني انت دافع اني قلت يستحي احد انه يسوي كذا. اي انت بتدفع قيمتها وهم ياخذونها في الاخير. ف لما بدأت أبحث اكتشفت خبايا أمور كثير يعني، يعني مثلا على سبيل المثال موضوع التأمين في العقد، طبعا هو عقد إذعان يعني ما حد اللي يقول لك أنت لابد أن تقرأ العقد عند التوقيع، ما حد يقرأ يعني، غالبا اللي يلجؤون الأشياء أنه يشتري سيارة بتأجير هو محتاج ومضطر وعقد 10 صفحات وبخط مدري كيف، مو هدف أن أحد يقرأه يعني، فالغالب يعني 90% إلى 99% ما حد يقرأ. فيقول لك التأمين يتحمله المستأجر نفسه، مع أنه يعني لاحظ فيه مرسوم ملكي واضح فيه مرسوم ملكي واضح ينص على أنه يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على العين على الأصل المؤجر ولا يجوز اشتراطه على المستأجر، نص يعني ما في أوضح من كذا. ومع كذا أنت تدفع التأمين، أنت كمستأجر تدفع التأمين ضمن الأقساط. طيب أنت اللي تدفع التأمين. بس إذا تسمح لي أستاذ عبد الله، الآن أنت تدفع التأمين ضمن الأقساط منصوص عليها أنه ترى اللي حتدفعه هو المبلغ اللي بيروح للتأمين، ولا هم يعني نعم. إذا نعم. يعني جاز التعبير يتحايلون في الموضوع ويدفعون لك قسط أكبر والقسط منه التأمين؟ نعم يدفعون قسط، يقول لك هذا التأمين لكن ما هو مكتوب في العقد، يقول لك هذا هو التأمين، أنت بتدفع هذا المبلغ التأمين، يعني مثلا السنة 5,000 ريال على عقد مثلا 3 سنوات أنت بتدفع 15,000، فأنت دفعت التأمين. طيب لو فرضنا لا سمح الله صار حادث للسيارة وأتلفت يعني، من اللي يأخذ التأمين؟ يأخذ البنك. يعني أنا أدفع التأمين والمستفيد من التعويض حق التأمين هو البنك، يعني هو يأخذك الأقساط ويأخذك في الفائدة ويخليك تدفع تأمين، ولو السيارة صار لها شيء هو اللي يأخذ التأمين. اللي ممكن يعني أنت روح تشتري سيارة مثلا قيمتها 200,000، خلنا نفرض 200,000، أنت لو دفعت 190,000 أقساط ودفعت من الدفعة الأخيرة وخلصت بقي 10,000، من حقه ياخذها بس، وانت يعني على 10,000 من حقه ياخذ السياره، انت مالك شيء. طيب يعني انت يعني خلاص تطلع من الموضوع، يعني انت تشوف الان استاذ عبد الله انه احنا عندنا مشكله في فكره التاجير المنتهي بالتمليك ككل ويجب ان تلغى، ولا الفكره تبقى ويعدل عليها؟ لا هي الفكره، شوف هو احنا نحب ان ندور حول الامور دون ان نصل الى الهدف مباشره، هي الفكره هي بديل للتقسيط، لكنه كان بديل يعني اعتقد بالاشياء اللي انا قلتها هذه، انك لدرجه تدفع قيمه سياره كامله ثم ياخذها وياخذ قيمتها، يعني هذه من ناحيه شرعيه، هذه طبعا هم سووا التامين واضافوا عليه مع وعد بالتمليك يعني غطاء شرعي، مع اني اعتقد انه هذا الشيء حرام في كل الاديان يعني بدءا من عبادة الشباشب إلى عبادة أي شيء حرام، يعني لأنه أخذ المال الناس بالباطل.
البديل اللي أنا أتخيله، أنت ممكن تسوي نوع أن تكتب السيارة مثلا باسم المالك، باسم المالك وهو يدفع تأمينها، وتشترط عليه بطريقة قانونية أو بعقد أنه ما يبيعها لأي شخص آخر قبل أنه تنتهي فترة السداد، أو أنه يبيعها البنك نفسه مثلا. خلاص مثلا سيارة قلنا قيمتها 200,000، أنت دفعت مبلغ كبير، فيبيعها البنك ويأخذ اللي باقي له من قيمتها ويعطيك الباقي. يعني ليش يأخذ كل شيء؟ يعني عرفت أنت مالك أي علاقة في الموضوع كمستهلك، أنت خارج المعادلة تماما. هو اللي يستفيد، هو اللي يأخذ التأمين، هو اللي يأخذ فوائد التأمين، هو اللي يأخذ التعويض، هو اللي يأخذ السيارة ممكن بفلوسها، يعني تعطيه فلوس والسيارة وكل شيء يعني. طيب أنت في تجربتك الشخصية أستاذ عبدالله، فممكن يكون في نظام. أنت في تجربتك الشخصية إلى وين وصلتوا؟ احنا ما وصل. انا بالنسبه لي كانت الفكره انه يعني الموضوع بالنسبه لي موضوعي ما هو معقد كثير، بس انا قلت لك انه لما دخلت في الموضوع اكتشفت انه في دهاليز كثيره. انا كان فكرتي معهم اني ابغى قسط الدفعه الاخيره، قالوا انت ما تقدر تقسطها لانه عليك التزامات ماليه، مع انه الالتزامات الماليه زي ما قلت لك هي موجوده من لما وقعت العقد في البدايه. يعني يعني من ضمن المواقف الطريفة، يعني قالوا لي من ضمن الالتزامات المالية أنه في عندك بطاقة ائتمانية، فالبطاقة الائتمانية أنا ما استخدمها، عندي بس كرصيد، فقلت أنا بلغيها. طيب إذا ألغيتها عادي يصير يسمح لي أني أقسط؟ قالوا إيوه يجوز. يعني تخيل هذا المحادثة حدثت فعلا، قالوا نعم يجوز أنه خصم المبلغ حق البطاقة الائتمانية اللي يفترض أنهم يأخذون 5% من الحد الائتماني حتى لو ما استخدمتها، يعتبروا كقسط انه ممكن تستخدمها فيما بعد. قلت طيب انا الان لو رحت والغيت البطاقه الائتمانيه هذه بحكم اني ما استخدمها، يصير يحق لي تقصدون تعطوني تقصدون الدفعه الاخيره؟ قالوا نعم ممكن. طيب قلت لو اليوم انا جيت عندكم وبدات ووقعت العقد على انكم تقصدون الدفعه الاخيره، وطلبت منك انت نفس الموظف انك تطلع لي بطاقه ائتمانيه جديده، بتطلع لي؟ قال ايوه. يعني عرفت انه ما يعني عندنا مشكله تتورط بعدين، اي تتورط بعدين، وما في ما هي يعني ما هو هدفنا حمايتك. يعني لما يقول الان حمايتك من المعنى، انا ما اطلب شيء اكثر من اني اقسط بنفس الطريقه اللي كنت اقسطها. انا دفع انا كمثال، يعني انا دفعت دفعه اولى ودفعت جميع الاقساط وحتى اكثر من الاقساط، يعني دفعت كنت ادفع الاقساط اكثر من القسط. طيب فما كان عندي مشكله في التقسيط، بس انه يقول الان لا لازم انه انت وضعك الائتماني عندك او وضعك عندك يعني قروض وكذا، فما نقدر، مع انه القرض هو نفسه، انا عندي قرض من قبل اخذ السياره. طيب لو جاك، فانا فكرتي من طرح الموضوع واثارته انه انا الموضوع هذا عالم غريب، انا ودي يسلط عليه الضوء. يعني ما هو بانه لانها مشكلتي الشخصيه، يعني انا اشعر انه مشكلتي او ان شاء الله مشكلتي محلوله، ما عندي مشكله كبيره ان شاء الله، بس انه لازم يكون في حل. اني بعد ما دخلت في هذا العالم الغريب اكتشفت انه في ناس كثير متورطين وورطات غريبه، يعني اللي ورطات في التامين، اللي متورط في الدفعه الاخيره، اللي متورط في الاقساط. هل تعلم انه يحطون مثلا تاريخ الاستحقاق في يوم من الشهر مثلا؟ ايه ممكن ما يكون يوم راتب. هل تعلم انه من حقه انه إذا 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 تأخرت يوم، طبعا هم على حسب الراتب يحطون، إذا تأخرت يوم إنه يغرمك على هذا اليوم حتى لو كان الموضوع ما فيدك؟ هل إنه ممكن يطالبك من ضمن الأشياء اللي توقعها في البداية إنك تسدد كامل قيمة السيارة في أي وقت، ومو هو مكتوب إذا تعثرت في السداد؟ يعني الحين لو واحد مستأجر سيارة منتهي بالتمليك، ممكن البنك لو قرر إنه يأخذ أو يطالبوا بكامل المبلغ يطالبوا اليوم، يعني ما يحتاج أصلاً أنه يتعثر أساس يطالب. طيب هذه الأشياء كلها موجودة، أنا تفاجأت بهذا العالم الغريب. نعم أخيراً أستاذ عبدالله، بس عشان تكون الصورة واضحة في النقاط النظامية اللي قلتها الآن، هل 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 البنوك تتجاوز النظام وتخالف فعلاً فيما تفعل في موضوع التأجير المنتهي بالتمليك، ولا هي تستخدم ثغرات معينة وتجيرها لصالحها كذا بشكل واضح؟ والله أنا أبدو لي الحالتين. يعني أنا ضربت لك مثال بسيط أنه فيه مرسوم ملكي واضح لموضوع التأمين، أن التأمين على المؤجر. يعني أنت عندك سيارة أنت مأجرها، هذا يفترض أنه هذا الشكل النظامي أنه أنت مأجرني سيارة. طيب أنت مأجرني سيارة أنت تدفع تأمينها، أنا أدفع تأمينها ليش؟ هذا الآن المستهلك هو اللي يدفع التأمين، ولو صار حادث أو شيء للسيارة اللي يستفيد من التعويض هو المؤجر مو بالمستأجر، وهذا وضع غريب. يعني فانه افترض خلاص، يعني احنا ما في داعي نلف وندور، اسمها هي سياره بالاقساط،
بس انه يكون في لها شروط محدده انه ما تباع الا على البنك او على او بعد نهايه فتره بعد سداد كامل ثمنها. اما انها سياره بالاقساط بس عشان نلف على الموضوع وفي الاخير يقدر ياخذ السياره والاقساط وكل شيء والمالك حتى، يعني عالم فعلا غريب ووضع غريب. يعني لازم يكون في حل واضح للموضوع. نعم أستاذ عبدالله المزهر، شكرا جزيلا لك ولانضمامك معنا في أهلا. حقيقة الأستاذ عبدالله يعلق الجرس في هذا الموضوع اللي طرحه في التغريدة أو اللي طرحه اليوم على الهواء، يفرض تساؤلات أكثر حول نظامية الموضوع، حول مخالفة الأنظمة، حول مشروعية فكرة التأجير المنتهي بالتمليك كلها. اللي أتمناه واللي حاولنا حقيقة قبل الحلقة أنه نوصل فيه لشيء ولم نصل ولم نجد تجاوب، أنه يكون في توضيح من الطرف الآخر من طرف البنوك حول هذا الموضوع. اليوم فكرتكم للتأجير المنتهي بالتمليك في كلام كثير حول النظام وعدم النظام والمخالفات والتحايل وكل هذه الأشياء، اطلعوا ووضحوا للناس وخلونا ندير حوار واضح في هذا الاتجاه وفي هذا الموضوع. إذا قبلوا البنوك هذا الحوار مع دعوتنا المفتوحة لهم، أتمنى في المقابل الأستاذ عبد الله أيضا أنه يقبل ويتجاوب معنا ويمد في وقته الكريم معنا لحلقة ثانية ويلتقي فيها الطرفان للوصول إلى رؤية واضحة للكل حول هذا الموضوع، وليس فقط حول قضية الأستاذ عبد الله المزهر كما أشار في هذا الحديث. كالعادة كل ما يطرح على هذه الطاولة يقبل الأخذ والرد والاتفاق والاختلاف. هذا فاصل مكملين معكم. حياكم الله مجددا في هلا. في مقال للأستاذ أحمد عجب الكاتب الصحفي في صحيفة المدينة عنوانه العمل 6 ساعات كافية، كان يشير فيه إلى تفاوت ساعات العمل وإلى يعني سن ساعات معينة للعمل فيما يتعلق بالقطاع الخاص. المقال والفكرة ككل أخذت كثيرا من الحوار ومن الجدل، وقبلها فكرة تقليص عدد أيام العمل، وهذه من الأفكار المطروحة دائما واللي ترافقها كثير من الحوارات وخاصة من قبل المختصين والمهتمين بهذا الموضوع. سنفتح حوارا في هذا الاتجاه مع ضيفين كريمين ينضم إلي عبر السكايب الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد عجب وهو كاتب المقال. أستاذ أحمد مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. مساك الله بالرضا وأهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام وشكرا لهذه الدعوة الكريمة. أهلا بك. كما ينضم إلي هنا في الاستوديو المختص في الموارد البشرية الأستاذ بندر السفير، لنرى إذا ما كان لديه وجهة نظر أخرى أو لا. أستاذ بندر حياك الله معنا فيها. أهلا وسهلا فيك، حييك أخوي مفرح وحيي الأخ الكريم أخوي أحمد وشكرا على الاستضافة. قل لي كذا، خلينا نبدأ من الأخير مو من الأول، تتفق مع أحمد ولا تختلف؟ أنا ما أربط الإنتاجية أبداً بساعات العمل، أعتقد ممكن ننتج دون النظر لعدد الساعات سواء قلت أو كثرت. لا قلت، يعني كثرت أكيد بينعكس، ويمكن لو كثرت يأثر بشكل سلبي على الإنتاجية. خلنا نقول كذا بطريقة دبلوماسية. نعم. طيب أستاذ أحمد، وش الدافع لمثل هذا الطرح الآن؟ يعني الطرح الآن هو مواكبة للأحداث العالمية، والكثير من الدول زي ما احنا سمعنا أنه بدأت بالفعل تطبق فكرة اللي هي 4 أيام عمل وثلاثة أيام إجازة. طبعا إحنا يمكن يكون الطموح أقل من كذا، المهم أن نوصل لمرحلة معقولة أو مريحة للعاملين حتى ينعكس على نفسياتهم في أداء العمل. نحن بنهدر وقت طويل جدا في العمل، بينما العمل قد ينجز في تقريبا 6 ساعات، وأنا شايفها أكثر بعدين 8 ساعات فعلية كثيرة جدا. 8 ساعات أنا أعتبرها فعلية كثيرة جدا، 8 ساعات. وعلى فكرة نظام العمل، والأستاذ يمكن الموارد البشرية طبعا أعرف المادة اللي هي 101 بتمكن أصحاب العمل أنه يبقي العامل إلى فترة 12 ساعة في اليوم اللي هي 8 ساعات فعلية زائد أوقات الصلاة زائد أوقات اللي هي الطعام والاستراحة، وهذا هدر كبير للأوقات، هدر لمكونات الشركة ومصروفاتها. طيب وش رأيك أستاذ بندر يعني في موضوع 6 ساعات؟ يعني أولا نتكلم على الجدل الحاصل في عملية ربط الإنتاجية بساعات العمل. هذا يجب أن نعرفه بشكل واضح.
أنا بقراءتي للمشهد أعتقد أنه خفض ساعات العمل قادم لا محالة. قادم لسبب إيش؟ لسببين. السبب الأول التطوير التشريعات المستمر وحرص الجهات المعنية على جودة الحياة الوظيفية. فهذا أمر أرى قادم. الأمر الثاني زيادة فعالية وكفاءة أداء الموظفين. كل ما يمر الوقت تثبت أنه لا فعلا بإمكاني العمل، والدليل أنه تجد كثير من الشباب والبنات يعملون في وظائف جزئية إضافة لعملهم الرئيسي أو تطوع أو أي مهمة أخرى، فبالتالي هو قادر على الإنتاج بشكل كبير جدا. يعني لو أنا مثلا قلت خلينا ننتج القطعة هذه مثلا خلال 8 ساعات وقلت لك انتج لي إياها خلال 6 ساعات، راح تنتجها بشكل سريع في البداية، قد تأثر الجودة، لكن مع الوقت راح تنتجها بشكل جيد خلال 6 ساعات. فالمسألة محتاجة تجربة، ولدينا المخزون البشري اللي يساعدنا في نجاحها. وش تقصد بالمخزون البشري؟ عدد الموظفين؟ لدينا بشر، لدينا طاقات بشرية، تأهيل علمي متقدم، تجربة مميزة. لكن نحتاج آلية لقياس هذه الإنتاجية حتى تتضح لمتخذ القرار، وآلية لتقييمها أيضا فقط. طيب أستاذ أحمد، شاركنا الحوار، إذا كنت تتفق مع الأستاذ بندر، وش الآلية اللي ممكن تكون نموذج اليوم لصاحب القرار أنه شوف 6 ساعات شغل والإنتاجية لم تتأثر؟ بداية أنا أرى أنه الضيف الكريم الله يعطيه الصحة والعافية متفق معي إلى حد كبير، بالعكس عنده رؤى تثبت صحة ما قلته في المقال. طبعا الطرق هي أول شيء لابد من تغيير الإدارات اللي هي إلى إدارات شابة مرنة واكبت التطور الحالي، إدارات واكبت الأزمة كورونا اللي مرينا فيها، وأصبح العمل عن بعد، وأصبح العمل ينجز ما كان ينجز في ساعتين يمكن إنجازه في ربع ساعة. يجب أيضا أن نغير من طبيعة العمل نفسه، يعني لا يكون تقليديا أنك تبقى على المكتب 8 ساعات وحضور وانصراف، وكلما قللت ساعات العمل كلما أصبح الوقت ثمين بالنسبة للعامل وأنجز، وكلما أعطيت مساحة أكبر كلما كان ذلك يعني مدعاة إلى أنه إن شاء الله الساعة اللي بعدها بأنجز العمل، الساعة اللي بعدها، ويمكن ينتهي اليوم أو النهار يوم العمل وهو لم ينجز ذلك العمل الموكل إليه. طيب هذا التسويف أستاذ أحمد ممكن يصير حتى في 6 ساعات وتصير الإنتاجية 2 أو 3، يعني هو مو مرتبط بالـ8 ساعات بقد ما هو مرتبط بطبيعة عمل أو شخص. لا، 6 ساعات بتكون 6 ساعات فعلية لا تتخللها أوقات راحة ولا طعام ولا الصلاة، يعني بتكون تقريبا الصلاة هي وتحد بشكل يعني كما هو حاصل الآن اللي هي في 10 دقائق تقريبا أو في 3 ساعة، يعني فهي يمكن حصرها. إنما أنت لما بتعطي مساحة على فكرة نظاما في فترة الراحة أو فترة الطعام أو فترة اللي هي هذه كلها الفترات لا يكون العامل تحت سلطة صاحب العمل، يعني بإمكانه يطلع يروح يجي على بال يطلع ويروح ويجي، كل الأمور تشعبت ويكون العمل أجل إلى اليوم الثاني، وهذا الحاصل. أنا بتكلم عن تجربة وبتكلم عن يعني أمور شاهدتها بأم عين. طيب أستاذ بندر، الموضوع مخيف لمين اليوم؟ لأصحاب العمل؟ صاحب العمل بالتحديد في القطاع الخاص هو يراعي التكلفة بشكل أساسي، أنه التكلفة قد تزيد عليه لأنه لا يرى، لا يقيس الجودة الآن أو فعالية الإنتاجية بشكل مباشر، هو يرى أنه تأثير مباشر على تكلفتي الآن. متى ما رآها وشافها جليا أنه فعلا لن تأثر والإنتاجية حتستمر، خاصة في بعض الأنشطة، لأن بعض الأنشطة الصناعية والخدمية قد تحتاج لعدد ساعات معين، وإن كنا إذا استثمرنا بالتقنية بشكل أكبر قدرنا نغطي هذا الجانب، لكن هي ثقافة مجرد ما تتضح لصاحب العمل. يعني قبل فترات عدة سنوات كان يقول لك مثلا أنه السعودي مثلا لا يعمل وممكن ما ينتج، لكن أثبت السعودي أنه ينتج بكفاءة أكثر من غيره، فبالتالي صار مكسب الآن. فبالتالي هذه مسألة ثقافة. طيب اليوم أنت كمختص في الموارد البشرية، لو في صاحب عمل جالس يسمعنا أو استشارك أو قال لك يا أستاذ بندر إيش رايك، أنا أفكر في مؤسستي أو مشروعي أخلي العمل 6 ساعات بس خايف من 1، 2، 3 ومنها الإنتاجية، إيش راح تقول له؟ بقول له أولا اختار صح، اختار موظفيك بشكل صح حتى ينعكس على الإنتاجية، هذا واحد. وفر البيئة اللي تساعد، لازم نعترف أنه كل ما كانت جودة حياة الموظف عالية استطاع أن ينتج بشكل، لأن أنت ما أنت محتاج منه ساعات قدر ما أنت محتاج منه أداء مميز، فعالية، إنتاج أكثر. أقدر أجلس لك 10 ساعات
وآخذ أيضا عمل إضافي ومقابل ذلك الوقت ولا أنتج لك، والعكس صحيح، معناها المسألة قابلة للتحقيق. أيضا ترى هي لها أبعاد ثانية، بعد اجتماعي، أنا لما أعطي ساعات أكثر الموظف يجلس مع عائلته، هذه لها ترى دعم على المستوى الاجتماعي، دعم أيضا على المستوى الاقتصادي. كيف؟ الشخص راح يكون متواجد مع عائلته، راح ينفق بشكل أكبر، لأن عملية تقليص ساعات العمل ما يجب أن تمس الدخل. طيب هذا التقليص أستاذ بندر، أنت تشوف أنه على عدد الساعات العمل الفعلية في الأسبوع ولا في اليوم؟ بمعنى أنه ممكن عدد الساعات يبقى مع زيادة الأيام أو يقل مع نقص الأيام؟ كما هو حاصل الآن، الآن النظام 48 ساعة خلال 6 أيام عمل، هذا النظام الحالي للقطاع الخاص. للقطاع الخاص، لكن بعض المنشآت تعمل بخمس أيام مثلا وأقل من 48 ساعة، فبالتالي هو خيار للمنشأة. وأيضا لو بعد آخر أنه الفجوة بين القطاع العام والقطاع الخاص أيضا تقل، فبالتالي يسهم القطاع الخاص بتوظيف أكثر. نعم. طيب أستاذ أحمد، تسمح لي أقرأ جزئية من مقالك وأسمع تعليقك عليها؟ أذن. تقول: سأكون صريحا معكم وأعلنها من واقع تجربة لعقدين من الزمن، العمل بالقطاع الخاص الممتد إلى 48 ساعة عمل فعلية بالأسبوع ما هو إلا هدر لموارد الشركة من كهرباء وماء وورق وأدوات مكتبية، ما هو إلا هدر لآدمية الموظف الأهلي الذي يظل طوال النهار حبيسا ظلام ساعات العمل وقد لا يرى الشمس إلا كل 6 أشهر وكأنه يعيش بالإسكيمو، ما هو إلا مركاز بين قوسين تكوى لتعليم طق الحنك يدخلها الإنسان جاهل بأبجديات الغيبة والنميمة ويتخرج منها حاصلا على شهادة الآيزو العالمية لجودة حشه وإيقاعه بزملائه. اليوم أنت تتكلم على جانب عملي ولا جانب اجتماعي؟ شوف، أنا بداية حتى لا يأخذ المقال منحى آخر أو يرى البعض أنني بأقلل لا قدر الله من الموظف السعودي، أنا أكثر من دافع عن الموظف السعودي، وأكثر من يرى بأن الموظف والشاب السعودي هو الآن من يعني يستطيع أن يقود الدفة ويقودنا إلى مصاف الدول العالمية. حقيقة لدينا شباب ولدينا بنات من أكفى ما يكون، وأنا بأدير القسمين، وحقيقة أن عندهم الكفاءة الكافية، وهذا جانب أتمنى أنه لا نأخذ المقال إلى هذا المنحى لأنني لم أقصده أبدا. وأنا لكن طيب وين الرابط بين فكرة 48 ساعة وبين الحش والنميمة وال... أخي لما يكون عندك وقت طويل جدا، لما يكون عندك وقت طويل جدا، الوقت هذا أنت يعني أين ستقضيه؟ ستقضيه بالتنقل بين المكاتب، ستقضيه بالانتقال إلى زميل آخر والحديث معه، هذا اللي كنت أقصده أنا من هذا كله، وهذا واقع. اللي يشتغل في القطاع الخاص يعني بيعرف مدى أنه الوقت الطويل هذا كيف كان تأثيره على الزملاء، كيف خلق مشاكل، كيف أنه كان ممكن اختصار الوقت واختصاره في العمل، كل واحد بيركز على عمله وبيأديه بشكل مباشر، ولم تكن أو لم تخلق تلك المشاكل التي لا ينكرها أي أحد، خاصة من عمل في القطاع الخاص وقضى ساعات طويلة في العمل. أود أن أوجه بالنسبة للجزئية الأولى، الإهدار الورق والأشياء هذه كلها، أنا اطلعت على قبل تقريبا 10 سنوات حين كان العمل 6 أيام في الأسبوع ويوم راحة فقط، اطلعت على فعلا يمكن 3 دراسات عدتها مؤسسات صحفية عن طريق شركات عالمية، وبالفعل تحولت من العمل 6 ساعات ويوم في الأسبوع إجازة إلى 5 أيام عمل ويومين إجازة، وكانت النتائج مبهرة جدا على الصعيد يعني الربحي وعلى الصعيد الاجتماعي اللي بتتكلم عليه، إذا وضعناه بين معطوفتين، فيما يخص العلاقات الودية والحبية بين الزملاء، تنفسوا الصعداء وصار عندهم وقت يجتمعوا بأهاليهم، صار عندهم وقت يرجعوا للعمل وهم بأريحية أكبر. أنا لما بتكلم عن دراسات وبتكلم عن واقع تجربة عشتها، مع احترامي لكل الآراء طبعا. طيب إذا تسمح لي أستاذ أحمد ويسمح لي أستاذ بندر، أخذ فاصل ونكمل حوارنا، وقبل هذا الفاصل الأستاذ أحمد عجب والأستاذ بندر السفير يتفقان على أن تقليص ساعات العمل اليومي سيزيد من الإنتاجية. فاصل. حياكم الله.
مجددا في هلا في هذا الجزء اللي نتحدث فيه عن مقال الأستاذ أحمد عجب، العمل 6 ساعات كافية، وضيوفي عبر السكايب الأستاذ أحمد عجب، وهنا في الاستديو المختص في الموارد البشرية الأستاذ بندر السفيرة. رحب فيكم مجددا أستاذ بندر. لو أقر موضوع الساعات، 6 ساعات هذه، تمام، إيش الخطوة الأولى اللي يجب أن تتعدل؟ ثقافة الموظف تجاه العمل، سياسات العمل نفسه بحيث أنه ما يتأثر شيء. أولاً إن أقرت لن تقر ب6 ساعات أو 5 ساعات أو 7 ساعات، تقر بمجموع ساعات أسبوعية. اللي هو كم تقترحه؟ يعني مثلاً الآن 48 راح تصير 45 أو 42 أو 40 مثلاً. حل. يعني ولصاحب العمل توزيع حسب الأيام مثلاً. الآن تجربة أحد الدول المجاورة مثلاً بتخفيض أيام العمل وساعات العمل. أنا تواصلت مع الشركات العاملة في البلدين، تعمل في المملكة ولها فروع هناك، لم تتأثر الإنتاجية في الإمارات. في الإمارات لم تتأثر الإنتاجية تماماً، لذلك قالوا لك ما تأثرت الإنتاجية. المسألة بس طبق النظام، اخترنا ناس صح، استثمرنا بتدريبهم بشكل صحيح، البيئة محفزة لهذا الإنتاج. أنا أتكلم على استخدام التقنية، أتكلم على بيئة العمل بشكل عام، استطاعوا أنهم ينتجون دون مساس يعني في أبدا. طيب الساعات تفرق أكثر ولا عدد الأيام؟ برأيي أنا أشوف الأيام يمكن تكون مؤثرة أكثر، الأيام مؤثرة أكثر لأنها تعطي مساحة أكبر للشخص مع عائلته، فيقدر يبعد عن العمل ويرجع بشكل نشط أكبر ومتجدد بشكل أفضل، فهذا يعطيه ترى طاقة أخرى، يعني لعطاء أكبر، تفرق عند الموظف بشكل كبير جدا. جميل أستاذ أحمد، شاركنا هذه النقطة، وين الأولوية للإنتاجية أو الأقرب اللي هو تقليص أيام العمل ولا ساعات العمل؟ هي المسألة نسبة وتناسب، يعني تقليص ساعات العمل من 48 ساعة مثلا إلى 40 سيترتب عليه بالضرورة أنه تقليص أيضا عدد أيام العمل، فهي الموازنة سهلة جدا، فقط خفض ساعات العمل نظاما. أنت بتخفض ساعات العمل من 48 إلى 40 أو إلى 36، يعني الطموح إذا كان بتواكب التقدم الهائل الحاصل عالميا، خاصة وأن المعاملات الآن رقمية أصبحت. لا بس أنت لو خيرت اليوم فيما يتعلق بالقطاع الخاص تحديدا، لو قالوا لك هل نخلي الأيام العمل 5 بدل 6 ولا نخلي عدد الساعات 6 بدل 8، وش تختار؟ الآن إذا كان يومين في الأسبوع إجازة أختار طبعا ساعات العمل، وإذا كان يعني 3، يعني أنا في المجمل لا 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 لحظة أيام العمل لحظة لتكون 3 أيام. لحظة، وشلون يومين؟ يكون يومين. الآن إحنا عندنا القطاع الخاص 6 أيام، لو قالوا حنخلي العمل في القطاع الخاص 5 أيام أو نخليها 6 ونقلص عدد الساعات، وين الأولوية؟ 6 أيام ب6 ساعات ولا 5 أيام ب8 ساعات؟ 5 أيام ب8 ساعات هي الحاصل الآن في غالبية الشركات، يعني هي الآن أخذت هذا المنحة. أنا أتوقع أنه 6 ساعات في 5 أيام كافية، هذا اللي أنا أبحث عنه. إذن أنت الثنتين تصير 5 أيام و6 ساعات. اي نعم، إيه هو مو 6 أيام، الدول راحت الى 6 أيام و4 أيام، لكن انا 6 ساعات و4 أيام، انا اريدها 6 ساعات و5 أيام كافية جدا، ويومين اجازة في الاسبوع. ايش رايك؟ يعني انا رايي مختلف عن الخيارين اللي حطيتهم. انا ارى 4.5، وكتبتها في حسابي قبل التجربة الاماراتية. 4.5 اللي هو منتصف يوم الجمعة. لا، منتصف يوم الاحد. كيف قل لنا الأيام؟ يعني أفضل لمقترحك. أي كانت منتصف يوم الأحد. أيوة. وأنتهي بالخميس. أنتهي بالخميس. الجمعة والسبت ونصف الأحد إجازة. نعم، فكتبتها بحسابي قبل يمكن التجربة حتى الإماراتية بأشهر. هذا يعني أنه إيش وفقا لمقترحك أنه يبدأ العمل من نصف يوم الأحد؟ الدخول من عطلة نهاية الأسبوع إلى بداية العمل دائما يكون ثقيلة. أيه. الدخول ثقيل هذا، فبالتالي أنت بتحتاج تدرج مثلا الموظف. أنا أتكلم على مستوى معين من كفاءة الموظفين، أنا شايف أنه في عندنا قدرات بشرية ما قاعد نستخدمها، يعني عندنا القدرات اللي تقدر تستخدمها البشرية بعد 30 سنة، لكن تطبق عليها الأنظمة اللي قبل 20 سنة. يعني أنت تشوف أنه 4.5 أيام عمل وكم ساعة كل يوم؟ يعني 6 أقل من 8 ساعات، 6 7 ساعات بتأدي الغرض يعني. 6 ساعات. طيب يوم الأحد يبدأ الدوام من الصباح ونصف دوام ولا يبدأ من بعد الظهر؟ من الظهر عشان يكون صباح يوم الأحد مع إجازة. مع الويكند كامل. يعني مثلا نقول متى؟ الساعة 3 يبدأ العمل؟ لا 12، يعني بعد صلاة الظهر 12 يعني.
جميل، هذا مقترح بصراحة يعني ثالث. نعم. جديد. إيش نعم. رأيك أستاذ أحمد في هذا المقترح إنه يكون 4 أيام ونص، يعني تكون الإجازة جمعة سبت نصف الأحد وست أيام في الأسبوع وست ساعات عمل؟ هذا مقترح الأستاذ بندر، تتفق؟ هو مقترح مفرح أكيد للموظف الأهلي بكل تأكيد يعني، ولكن أنا أرى أنه كذا يمكن ما تتعدى ساعات العمل تقريبا بتكون 28 حسب الوصف اللي هو ذكرين، ولكن أرى أنه لو كانت 6 ساعات و5 أيام قد تصل إلى 30 ساعة، هي كافية من وجهة نظر يعني، ومن الأحد إلى الخميس بحيث يكون يومي إجازة اللي هي الجمعة والسبت أراها مناسبة بشكل كبير، حتى لا نغفل حق أو واجبات المناطة لصاحب العمل واللي هو أصحاب رؤوس الأموال وسيدات العمل. طيب بأخذك لجزئية ثانية من مقالك إذا تسمح لي، تقول فيها سأكون صريحا معكم، ساعات العمل إذا ظلت بنفس الروتين الحالي فلن تكفي، بل يجب على الموظف الامتناع أثناء ساعات العمل عن فتح مواقع التواصل أو إرسال بريد إلكتروني شخصي أو الحديث عن الزملاء والتسكع بين المكاتب وأشياء أخرى ذكرتها. لكن اللي لفتني، وشلون ما راح تكفي وتبغاه يمتنع وهي 8 ساعات وإنت في المقابل تطالب بالست؟ يعني إنت تبغاه يعمل 8 ساعات صافية بلا انقطاع ولا يعمل 6؟ نظاما يا استاذ مفلح، نظاما لا يجوز او لا يجوز للشركه تشغيل عامل اكثر من 5 ساعات، ف5 ساعات متصله فعليا. فانا لما اقول 6 ساعات، الساعه الاخيره هذه من 5 إلى 6 ستكون يعني ساعه بالنسبه له، اذا هو بينهي العمل بتكون ساعه مريحه، ليست بالضغط ذلك الضغط، لن تفرق عن 5 ساعات يعني. فهو اذا بينجز وبيترك العمل بطبيعة الحال لن يكون لديه هذه الفرصة أنه يعني يمارس هذه الأشياء التي لا تخفى على أحد ممن عملوا في القطاع الخاص، وبنراها يعني في ناس كثير، ولا أقصد يعني الموظف السعودي، أنا مهم كثير الجانب هذا، أنا أقصد الموظف الأهلي بشكل عام أحيانا إيه لكن يعني لكن الوقت بيدفع دفع أنه يعمل أشياء خارجة عن العمل اللي هو فيه لأن عنده وقت كافي. لكن كيف تفسر لي لن تكفي؟ تقول إذا كانت ساعات العمل ظلت بنفس الروتين الحالي لن تكفي. لن تكفي إذا هو 6 ساعات وبنفس الروتين اللي هو بيمارسه، فبالتأكيد لن تكفي، يجب أن يكرسها بشكل كبير للعمل حتى تكفي 6 ساعات. 8 ساعات زايدة، لأنه فيها 8 ساعات عنده وقت يمارس هذه الأشياء كلها، ويفترض أنه لا يمارسها خلال ساعات العمل، يفترض أنه يتجنب هذه الأمور كلها لأنها أمور مخالفة تماما يعني. هل أنت لما بتكون في العمل وبتقعد على مواقع التواصل ولا بتكون في مكان العمل وبتجلس أنت بتتكلم بشكل كبير، حتى اللائحة الداخلية لأي منشأة أهلية بتعاقب على هذه الأفعال اللي هي معتمدة من وزارة العمل. وش رأيك أستاذ بندر؟ يعني هل اليوم موضوع انشغال الموظف بموضوع مواقع التواصل وصل إلى حد ظاهرة نفتحها ونتحدث عنها وتشكل خطر، ولا في مبالغة في الموضوع؟ في بعض المنشآت تعطي هذه المساحة من الموظف أنه يتصفح، أنه يطلع يقرأ، لذلك تطور بيئة العمل عندنا صار جميل، فهذه صارت ميزة الآن لبيئة العمل لهذه الشركة أو هذه المنشأة دون المنشأة الثانية، وصار في تسابق حقيقة، وبعضها أيضا من القطاع العام وليس فقط القطاع الأهلي، فبالتالي يعني صارت موجة جميلة جدا. لكن كل ما زادت ساعات العمل أنا دخلت في نفق الاسترخاء في أداء مهامي، فبالتالي أستطيع أخذ وقت أطول ويمكن ما يكفيني 8 ساعات. كل ما ضيقت أنت علي الوقت ووجهتني بشكل صحيح وهيأتني بشكل صحيح، مستعد أنا أسوي لك العمل هذا بشكل أسرع، لأن وراه في يعني استراحة لي أو خروج. وأنا أتأمل كلامك ووجهات نظرك، يبدو لي أن تركيزك، وصحح لي، بالدرجة الأولى على الإدارة، لأنك تتكلم على بيئة جيدة، تتكلم على طريقة توجيه جيدة، تتكلم، وقلت من البداية أنا الاختيار الصحيح. يعني لا تختار شخص خطأ وتعتقد أنه وبعدين تلوم التجربة ككل، ولا تعتب أن تقول التجربة هذه غير ناجحة، لا، إحنا نتكلم الآن على ثقافة، كل اللي قاعد نقوله الآن قد البعض ما يستطيع تخيله، لكن يمكن المختصين يرون الأمر بعد 2-3 من الآن، يعني واضح تماما أنه بعد 2-3 يمكن ترى جلي كذا تماما والتجربة ناجحة جدا. طيب رتب لي 1-2-3 من وجهة نظرك لإنجاح مثل هذه الفكرة في حال لو تمت. المسؤولية بالدرجة الأولى على الإدارة، الموظفين، البيئة. أنا أعتقد أنه الإدارة بالدرجة الأولى تختار الموظفين، تطور إدارة الموارد البشرية والتدريب تحديدا، توفر بيئة عمل مميزة. إذن إدارة، الإدارة هي الموظفين ولا بيئة؟
أعتقد اثنينهم يعني الموظف الجيد لن يأتيك في بيئة سيئة. إيه يعني نقول إدارة موظف بيئة. نعم. إذا بترتبها. نعم. إيش رأيك أستاذ أحمد؟ والتدريب. ها؟ والتدريب أيضا. والتدريب لإنجاح مثل هذه الفكرة في حال لو طبقت، وين تشوف ترتيب الأولويات في المسؤولية؟ موظفين، إدارة، بيئة، رتبها لي. بالمقام الأول أنا أقدم طبعا الإدارة ثم البيئة ثم الموظف. الموظف مهيئ طبيعي أنه بيفرح بهذه الأمور، بل وسوف يرحب بها بشكل كبير يعني. فليس الهم الأول الموظف، الهم الأول هو الإدارة. يجب أن تكون إدارة شابة، إدارة مواكبة للتطور الحاصل. جميل. أنا في كل مرة أستأذنك أقرأ لك جزئية من المقال وتعلق، الحين بستأذنك أقرأ جزئية على الأستاذ بندر من مقالك ويعلق عليها إذا تسمح. في الجزئية الأخيرة من مقال الأستاذ أحمد كان يعني أورد يعني مقطع كأنه يعطي تبرير واضح لهذا المقترح. يقول فيه: لم يعد العمل اليوم كالسابق بحاجة لإعادة مستندات أو أدوات إنتاج، فغالبية الأعمال تحولت لمعاملات رقمية، وما كان يستغرق ساعتين لإنجازه يمكن إنجازه بضغطة زر في ربع ساعة. إيش رأيك؟ رأيي انظروا لما حدث أثناء الجائحة، الإنتاجية كانت كبيرة في قطاعات متعددة، والكل في بيته مش في مكتبة أيضا، فبالتالي وعن بعد أيضا، فبالتالي هذا دليل أن احنا نستطيع عمل ذلك. الدول المتقدمة اللي عملت ذلك اللي الآن موجودة في أوروبا وأمريكا، اللي دون الأربعين ودون الخمسة وثلاثين ودون الثلاثين ساعة، يمكن أحد الدول هولندا بالتحديد، معناها أنه تجربة ما تنجح في المملكة العربية السعودية، بالتأكيد تنجح. عندك الموارد البشرية اللي تنجح لك تجربة، هذه الموارد البشرية هي الرهان اللي أنت ممكن تنافس فيه على المستوى العالمي. جميل. أستاذ أحمد والله أنا ودي أسمع تعليق منك على هذه النقطة، لأنه دائما يطرح موضوع الموظف السعودي ما ينتج، الموظف السعودي ما يعمل، ويعني في بعض الأصوات تحاول التشكيك في هذا الجانب. أنت صاحب تجربة وشاهد عيان على هذا الموضوع، وش تقول فيه؟ والله أنا بكل أمانة أقولها، الشاب السعودي من أفضل الموظفين في القطاع الخاص، والآن أصبح قادر على أنه يعني يتقلد المناصب القيادية بشكل كبير جدا. وأستغرب حقيقة يعني أنه لا زالت بعض الشركات والمنشآت الأهلية أنها تصر إصرار على تعيين يعني موظفين أجانب، ربما لا أدري إيش خلفياتهم هناك في بلدانهم، ولكنهم حضروا إلى هنا ربما تكون حتى بفيز أو بأعمال أخرى، ونجدهم يعني بمناصب قيادية، مشرف عام، أو نجد أنه نائب كذا أو مدير، أو بحين أن السعودي لديه الخبرة الكافية ولديه القدرة ولديه الولاء الكامل للمنشأة التي يعمل فيها. إن 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 أنت بتقيس الولاء عند الشاب السعودي. أنا ليس تحيزا للشاب السعودي، ولكن بكل أمانة اللي أراه أنا أن الشاب السعودي كل المهام اللي بتنجز في المنشأة الأهلية كانت من مندوب، من مراسل، من رئيس قسم، من يعني كل الأشياء هذه كلها بيقوم فيها شباب سعوديين وبشكل كبير جدا. يحتاج فقط المشرع إلى أنه ينتبه إلى نقطة حتى يدعم هؤلاء الشباب ولا يتركهم يعني هكذا. يحتاج إلى أنه يعتمد سلم وظيفي لهم، يعتمد أيضا لهم أنه الوقت طويل جدا في العمل، يعني 8 ساعات إلى الآن. أغلب بعض الشركات لا زالت تعمل 6 ساعات في الأسبوع، في ستة أيام في الأسبوع، ويوم راحة يوم جمعة فقط. نعم. هذا اللي هو في النظام، ولكن هذا غير كافي. المادة 98 وهذا غير كافي، لأنه يرجع لأهله، إنه يرجع اليوم اللي بيجلس فيه في البيت، يعني يدوب إنه يتهيأ لليوم الثاني اللي بعده ويداوم، وهذا يعني مخالف للمحيط الاجتماعي، لا يحضر مناسبات، يكون منعزل عن المجتمع، لا آثار سلبية كبيرة جدا. أتمنى من المشرع أن ينظر إلى تقليل ساعات العمل، وإلى النظر إلى إيجاد سلم رواتب معتمد يستطيع الموظف إذا لم يحصل على علاوة ولم يحصل على ترقية حتى يستطيع منافسة نقول المشرف الأجنبي، أنه يستطيع تقديم تظلم إلى الدائرة القانونية في الشركة ويحصل على حقه، وستجد النتائج كبيرة بإذن الله تعالى. نعم أستاذ أحمد عجب، شكرا جزيلا لك ولانضمامك معنا في هلا. أستاذ بندر بسمع منك رد واضح للي يقول أن الشاب السعودي ما هو قد عمل. سوق الأسهم السعودي في أكثر من 230 شركة، وهذه من كبرى الشركات في المملكة وأكثرها حوكمة ورؤوس أموال، أكثر من 80% من رؤسائها سعوديين.
يكفي هذا الرد برهان كبير جدا يعني. لا والواقع المعاش بصراحه يعني يقول انه الشعب السعودي منجز في كل مكان. استاذ بندر شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في هلا. انا اشكر كثيرا الاستاذ احمد عجب، اشكر الاستاذ بندر سفير على كل ما طرحوه في هذه الحلقه. مقترح واضح بان يتم تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص الى 6 ساعات بدلا من 8 ساعات، او مراعاه ايام الاسبوع للعمل الواضح كالعاده في كل ما يطرح على طاولة يا هلا من اقتراحات أو أفكار أو رؤى أو وجهات نظر. هي تقبل الاتفاق كما تقبل الاختلاف، لكن ما أجمع عليه ضيوفي من ساعات العمل أجمعوا أيضا أن الشاب السعودي قادر على الإنتاجية في العمل وقادر على أن يشغل أكبر الأماكن بجودة وإنتاجية عالية جدا. إلى هنا انتهت هذه الحلقة من يا هلا، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل.